العقود. تلاقي الإسماعيلية 706 يوم. يعني ايه انفاذ العقود؟ يعني لما بيجي عقد عايز يتنفذ وبيدخل في القضايا وبيدخل بتاع ياخد عشان مدته 706 يوم. في محافظة زي الشرقية ياخد 1105 يوم، فرق 400 يوم. 400 يوم دي سنة. فده اللي احنا عاملينه النهاردة، تشخيص للوضع عشان نقول لهم تعالوا محافظات ليه هم بتختلف كده رغم اجراءاتكم واحده. اذا انت لازم تنزل يا بتاع الشرقيه من 105 للحد الادنى اللي هو بتاع اولا الاسماعيليه اللي هو 706. ثم على التوازي لابد ان ننظر كمان ليه اسماعيليه 706؟ لا يجب ان يستغرق كل هذا الوقت. هو ده اللي تمم النهارده، تشخيص للوضع ثم نبدا عليه وضع اجنده للاصلاحات المطلوبه. وزي ما سمعتوا قلت لكم انا ايه النهارده، قلت يا اخوانا احنا لو جينا قعدنا وبنقول تشخيص الوضع وسكتنا ما عملناش حاجه، ولكن احنا جايين النهارده نقول ايه، ادي تشخيص الوضع ماذا بعد. هل في خطة لتنمية المحافظات في الخطة القريبة؟ يعني طبعا المحافظات طبعا. يعني انا قلت النهارده ايه، قلت ما التنمية بتيجي منين؟ التنمية ان انت تيجي تتبسطي في الاجراءات دي خلاص، فتحصل المستثمر يقدر يروح لهناك لانه خلاص لا الامور سهلة. طيب انا بعمل له بيصل له الخدمات، بعمل له النهارده مجمعات خدمات الاستثمار، فيقدر المستثمر لما يلاقي هناك بيلاقي خدمته هناك بدل ما يجي للقاهره، وانا بديهم تفويضات يخلصوا الخدمه من هناك. النهارده زي ما سمعت سيادتك احنا قبل ما هذا كان في اجتماع عشان بنرتب له الاجتماع بكره كبير ما بين بعض الساده الوزراء وبين جمعيات المستثمرين او اتحاد المستثمرين ومنظمات الاعمال عشان بنعمل مبادره لتنميه الصعيد. ان شاء الله بكره في اجتماع بهذا الصدد سيعلن عنها ان شاء الله، مجرد ما تخلص هيعلن عنها ويعلن عن محاور هذه الخطه عشان ننميها، لان احنا برضو مش عاوزين الحكومه عليها جهد كبير وحاطه في ميزانيتها مبالغ كبيره للصعيد، ولكن احنا عاوزين برضو يبقى في اكتر، فده اللي هيتم بالتعاون مع القطاع الخاص. وزير الاستثمار تحدث عن حوافز جمركيه للمناطق الاستثماريه الصغيره، دراسه الهيئه للحوافز جمركيه. هو كل دلوقتي كله في اطار الدراسه، يعني ايه لسه بنجمع ايه المزايا، ايه الحوافز اللي بتاخدها الدول الاخرى بتقدر تديها عشان نقدر نشوف ندي ايه اللي يناسبنا هنا، لكن لسه لم نصل لحاجه يعني تقدر تعلنها. بتتكلم في قيد الدراسه لسه ما تقدرش تقول وصلت لحاجه تقدر تعلنها، انت طول ما انت بتدرس خلاص، لان ممكن تدرس حاجه وتلغيها.